وفي أولى مساحة لنا في برنامج أدرينالين راح نتكلم بشكل مفصل عن جريمتا التسول وأيضا ترك العمالة التي تعمل لدى الغير، وأكيد هذه تفاصيل راح نتعرف عليها كافة مع الفاضلة ثريا بنت خليفة الرحبية رئيس الدعاء العام. وبداية مسي عليك. أهلا وسهلا فيك أستاذة ثريا، وبداية قبل أن نبدأ في كافة التفاصيل، أول سؤال ممكن أطرحه عليك أستاذة ثريا، متى نقدر وفي أي حالة أن نقول هذا الشخص هو عبارة عن شخص متسول؟ طبعا الشخص المتسول يعني ممكن نعرف التسول بطريقة مبسطة، أن طلب المال من الغير بطريقة مثيرة للشفقة. يعني الشخص يتوجه لشخص معين، ممكن انه يطلب منه مال بسيط، اني انا محتاج، اني انا ما كليت من امس، واني يعني هكذا مثل هذه الامور تخلي الشخص يعني كانه محط للشفقه، يكبر فيها لا اراديا الطرف الاخر انه يسلم مبالغ ماليه، او انه في نفس الوقت بعض الاوقات يظهر أنه يعاني من مرض معين ومحتاج دواء ما يتمكن أنه يشتري هذا الدواء، فيمكن يوصل إلى أقرب صيدلية على أساس أنه الظاهر أنه يشتري دواء، من بعد ما يتحصل على الدواء يمكن يرجع ويتحصل على قيمة المال، فبالتالي الظاهر والمظهر أنه هو محتاج لأمر معين يضطر الطرف الآخر أنه يسلمه أو يعطيه شيء معين، ولكن يمكن يكون قصده خلاف هذا الشيء. إذن هذا عبارة عن التسول، ولكن أكيد هنالك آثار مترتبة عليه وعلى الجريمتين، سواء كانت جريمة التسول أو حتى ترك العمالة. فأستاذ ثريا أكيد حابين نتعرف من خلالك على التفاصيل من الناحية الاجتماعية والقانونية وأيضا من الناحية الاقتصادية. طبعا التسول اللي يظهر أمام الناس واللي يرى التسول يعني يمكن يأخذ في باله إنه فقط شخص طلب مبلغ مالي معين أو طلب حاجة بسيطة، فإيش اللي يضر أني أسلم هذا المبلغ المالي البسيط أو يعني أسلم يعني دواء أو مواد غذائية أو ما إلى ذلك، ولكن نحن ما نراها من المنظور المبسط اللي هو فقط تسليم المال، نراها من منظورها العام. يعني هي تعتبر ظاهرة سلبية، لأن الشخص المتسول قد لا يكون قصده فقط المال، ممكن يكون يمكن هذا الشخص له نوايا جرمية معينة، بمعنى أن كظاهرة اجتماعية انتشار التسول يؤدي أيضا إلى انتشار جرائم كثيرة، مثل السرقات، مثل انتهاك حرمة المساكن، مثل التحرش أيضا بأطفال في حال أن المتسول يمر مكان إلى مكان ومروا أطفال صغار في السن، فبالتالي يحيد عن قصده اللي هو طلب المال إلى أمور أخرى. كذلك الشخص المتسول ممكن أنه ما يكون قصده الحصول على تلك المبالغ المالية، يمكن يعني يكون هدفه أمور أخرى، أو أن تحصل على هذه المبالغ المالية يرتكب فيها جرائم أخرى. يعني على سبيل المثال شخص مدمن مخدرات قد يلجأ للتسول للحصول على قيمة المادة المخدرة، فيأخذ مبلغ بسيط من هنا ومن هنا، يكون إجماليها ممكن أن يشتري فيها المادة المخدرة، فأنا الشخص المتعاطف مع الشخص المتسول ساهمت وساعدت في انتشار تعاطي المواد المخدرة، ليش؟ لأني سلمت مبلغ مالي معين فصار متعاطي أو استمر على تعاطي لأنه وجد وسيلة معينة يتحصل فيها على المبالغ المالية. كذلك يؤثر أمنيا مثل ما ذكرت في انتشار هذه الجرائم، أيضا من ناحية حتى يعني كسياحية استثمارية اقتصادية، الأشخاص خارج السلطنة إذا علموا أن مثل سلطنة عمان يكثر فيها التسول، يعني أنا بزور سلطنة عمان ولكن ما أرتاح إذا رحت مزار سياحي وجدت مجموعة من المتسولين يطلبون مبالغ مالية، رحت المجمع الفلاني حصلت مجموعة من الأشخاص أيضا يطلبون مبالغ مالية، ف
فما صار وجودي في السلطنة للسياحة أو لاستثمار معين، صار وجودي مزعج لأن يعني صرت منزعج من كثر انتشار هذا التسول. فصار لابد من الحد من هذه الظاهرة، لأن ما فقط اقتصر الأمر على أخذ مبالغ مالية معينة، وإنما تعدى الأمر إلى انتشار جرائم كثيرة يعني أساسها وفعلها اللي هو التسول. ودائما عملية التسول هدفها الرئيسي استعطاف الناس من خلال طلب المبالغ من معاهم. أيضا أستاذة ثريا، إذا أيضا حابين نتعرف ونتكلم أكثر عن عقوبة التسول وأيضا تشديد العقوبة، وإيش الغاية من تشديدها؟ نعم، قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2015 حرص على يعني توخى هذا الأمر في الحد من ظاهرة التسول، ونص المادتين 297 و298 على عقوبات من وجود متسول. يعني ما اقتصر الأمر على من ارتكب التسول، لأنه ممكن الشخص يغضب الشخص وما هو الحين يستبدي الشخص أو يأخذ مال مبلغ مالي، ولكن تواجد في مكان ثبت أنه هو كان يتسول. فعاقب المشرع العماني على كل شخص وجد متسول، وما يشترط أنه يطلب مبلغ مالي، حتى أنه يعني يعرض بعض المبيعات اللي هي أصلا قيمتها ما ممكن أنها يتصور أنها تعرض للبيع فقط بإثارة الشفقة. أيضا هذه تعتبر من قبيل التسول ويعاقب عليها في القانون. فكانت العقوبة مدة شهر إلى سنة، يعني عقوبة قد تصل عقوبتها إلى سنة، وكذلك إلى غرامة تصل إلى 100 ريال، وأيضا تصادر الأموال التي ضبطت بحوزته نتيجة التسول، يعني سواء أن ضبط بحوزة مبلغ 100 ريال 200 ريال، أي متحصلات من جريمة التسول يتم مصادرتها. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل أن غلظت العقوبة إلى 2 في حال ثبت تكرار التسول من قبل الشخص. وأيضا إذا كان الشخص أجنبي غير عماني يحكم بإبعاده من البلاد. أيضا المشرع العماني تصدى لمسألة استغلال الأطفال في مسألة التسول، باعتبار أن دائما يتم التعاطف مع الأطفال، هم أطفال صغار في السن، يطلب مبلغ مالي معين، طبيعة الحال تأخذ أي شخص الشفقة عليهم. فغلظت العقوبة على أي شخص ثبت أن استخدم حدث، اللي هو الحدث أي شخص دون سن 18 سنة وسلم للغير بقصد التسول، حط العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة إلى 100 ريال، وضاعف العقوبة في حال ثبت بأن هذا الشخص اللي استخدم هذا الطفل كان ولي أمره أو وصي عليه أو تم تكليفه برعاية هذا الحدث وتركه يتسول من الغير. ليش غلظت العقوبة؟ لأن هذا الحدث نحن يعني الشخص اللي تركه يتسول خلاه معرض لارتكاب جرائم أخرى، يعني يسهل له مسألة السرقة، كذلك ترك عرضة للتحرش به من قبل أشخاص آخرين، لأنه يظهر بطريقة مثيرة للشفقة، ممكن أشخاص آخرين يقول له خلاص نسلمك مبالغ مالية، ولكن يتعدى هذا الأمر إلى يمكن جرائم هتك العرض مثلا. فكان التغليظ من قبل الشرع العماني في هذه المسألة وجيه لحماية الحدث ذاته. إذن أستاذة ثريا، هذا عن جريمة التسول، ولكن إذا جينا نتكلم أيضا عن جريمة ترك العمالة، فما هي الأفعال أو حتى ما هي الجرائم المرتبطة بترك العمالة الوافدة؟ طب ترك العمالة الوافدة ظاهرة يمكن نبين إنها يمكن تنتشر في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا. أصبح أصحاب العمل يتحجزون بمسألة وجود الجائحة وعدم وجود عمل، فيتركون
العمال اللي هم تحت كفالتهم يعملوا للغير أو يعني ينتفعوا بنفسهم. فمسألة ترك العامل ما هي مسألة فقط أني أنا تركتك تنتفع وتتحصل على مبالغ مالية، ولكن هذه يعني تترتب عليها آثار سلبية أخرى أو جرائم أخرى. صحيح. ممكن أن يعني جرائم الشركات تنتشر لأن هذا العمالة الوافدة أصبحوا بدون تدريب بدون عمل بدون رقابة عليه من قبل صاحب العمل. أيضا ممكن أن يكون يرتكب جرائم تحرشات جنسية سواء بأطفال أو بأشخاص آخرين. ممكن أيضا تركهم يديروا يعني إدارة تامة للدعارة باعتبار أنهم يقوموا بتشجيع العاملات على الخروج من أصحاب عملهم الهروب من كفلائهم، ومن ثم يقوم بعمل مجموعة اللي هي تدير محلات للدعارة والتحصل على مبالغ مالية. أيضا ممكن تنتشر فيها هذه العمالة الوافدة أيضا الإتجار بالمخدرات أو بيع الخمور. فالأثر ما أثر بسيط أبدا في مسألة ترك العمالة الوافدة. هذه الأشخاص انتشروا ليست لديهم وثائق رسمية، بطاقاتهم ممكن ما تكون بحوزتهم، فبالتالي يسهل لهم ارتكاب العديد من الجرائم. فكان لابد من وجود عقوبة أو جزاءات رادعة سواء لصاحب العمل أو للعامل ذاته. فجاء قانون العمل العماني وفقا للمادة 114 ووضع عقوبات لصاحب العمل اللي يترك بإرادته العامل، وممكن يجي صاحب العمل ويقول أنا ما تركت بإرادة العامل بنفسه يعني خرج، ولكن هل أنت اتخذت إجراءات معينة بحيث أن يظهر حسن نيتك في هذا الأمر أنك أنت ما تركت العامل؟ هل قمت باتخاذ الإجراءات في تقديم بلاغ هروب ضد هذا العامل بحيث أنه ممكن في حال أنه شاهد أي شخص أو تبين هذا الشخص هروبه يتم ضبطه؟ فبالتالي هنا تظهر فيه حسن النية، ولكن لم يتخذ أي إجراء وترك يعمل لدى الغير سواء ارتكب جرائم معينة أو عمل أعمال أخرى، فبالتالي هنا لابد من وجود رادع. فكانت العقوبة لصاحب العمل ليترك بإرادة أي عامل غير عماني بالسجن شهر والغرامة 1000 ريال عماني عن كل عامل يتركه بإرادته، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال فضلا عن حرمانه من استخدام عمالة غير عمانية مدة 2 سنين، وممكن إنها تشدد هذه العقوبة في حال ثبت تكرار صاحب العمل بهذا الأمر. أيضا العامل كذلك عقوبته قد تصل إلى شهر والغرامة 800 ريال، ويبغى كذلك ترخيصه ويبعد من البلاد. هذه هي العقوبات المتعلقة بالعامل اللي هو يعمل لدى غير الكفيل. إذن أكيد تعرفنا من خلالك أستاذة ثريا الرحبي على جريمتا التسول وأيضا ترك العمالة التي تعمل لدى الغير. ففي الختام إذا في كلمة أخيرة حاب أنك تختمين فيها هذا اللقاء في الكلام معك. طبعا الكلمة الأخيرة هي نصيحة للكل بأن لا تأخذها الرأفة في مسألة الشخص المتسول. نحن طبيعة المجتمع العماني يمكن أن تغلب الطيبة عليهم، فيروا أن مثل ما ذكرت في بداية حديثي أن فقط هي المسألة مسألة تسليم مبلغ مالي بسيط، ولكن آثارها تضر بالمجتمع كتل. إذا أنا سلمت هذا المبلغ غير سلم المبلغ الآخر سلم المبلغ، فبالتالي تنتشر هذه ينتشر هذا الأمر ويصبح ظاهرة وتؤدي إلى جرائم أخرى. فنصيحتي لهم لا ينظروا لها من النظرة البسيطة، وإنما تنظر من النظرة الواسعة وآثارها السلبية التي تؤثر على المجتمع بشكل عام. كذلك يعني نصيحتي الأخرى فيما يتعلق بالعمالة الوافدة إن ما يكون في تشجيع من قبلنا بإننا نشغلهم. أنا أعرف أن هذا الشخص في مصرح فأخذه وشغله في وظيفة معينة، بالتالي أنا ما أعلم هذا نوايا ممكن أن قد يرتكب
جرائم معينة لدى الغير، وأنا ما عندي أبدا علم بهذا الأمر. فمسألة تشتفق على وضع معينة، ولكن نظرتنا بالآثار السلبية تنزل عن التسوس وكذلك على عمل العامل لدى الغير من ناحية سلبية. فنصيحتي لهم أن يلتزموا بالإجراءات وبالقوانين، لأن كل قانون ما وضع إلا للحد من أمر معين. وشكرا. شكرا لك أستاذة ثريا الرحبية، رئيس ادعاء عام على تسليط الضوء على هذتين الجريمتين، التسول وأيضا ترك العمالة. شكرا لك. العفو. الله يسلمك.